لعيب كبير مفيش كلام، واحد من اهم اللعيبه اللي يمكن لعبت في تاريخ سيلتا فيجو كله، وكان طبعا واحد من نجوم بنفيكا البرتغالي، الكسندر موستوفوي، هو ضيفنا ونجمنا في السادسه من خلال لقائنا بيه من موسكو بالفيديو كونفرنس. بدايه طبعا نرحب بيه ونشكره على وجوده معانا ومشاركته في السادسه. مرحبا بكم، اشكركم على هذه الاستضافه. يعني انا بفتكر وانا كنت من عشاق الدوري الاسباني لسنين طويله جدا، مستويات اكتر من رائعه قدمتها مع سيلتا فيجو تحديدا، ويمكن في الوقت ده كنت بتلعب اعتقد زميلت احمد حسام ميدو النجم المصري في الوقت اللي كان بيلعب فيه في الليجا في اسبانيا. نعم نعم، مع ميدو. ميدو جاء، كنت لا أعلم متى بالتحديد، ولكنه جاء معه لمدة عام تقريبا. كان لاعبا شابا ولاعبا قويا، كنا قريبين من دخول دوري الأبطال، وميدو ساعدنا كثيرا. أتذكر بعض المباريات التي شارك فيها معنا وقدم مستويات كبيرة، أنا وميدو سجلنا أهداف كبيرة وكانت تجربة رائعة. وأمر آخر أريد إضافته، عندما كان في كأس العالم في روسيا تقابلنا في مطعم، وكانت صدفة سعيدة للغاية مع ميدو. عموما خليني ارجع لمشوارك مع سيلتا فيجو. الحقيقه قبل ما اتكلم كوره يهمني اسالك شويه على الكره الروسيه. يعني الحقيقه في مواهب على مدار سنين طويله جدا قدمتها الكره الروسيه ولمعوا بشكل كبير وكانوا اصحاب تجارب ناجحه، زيك طبعا الكسندر موستوفوي، زي ارشافين. ليه الكره الروسيه على مستوى الانديه وعلى مستوى المنتخبات مش قادره تحقق تقدم او تنافس على الاقل بقيه الانديه الاوروبيه والمنتخبات الاوروبيه؟ حسنا، هذا السؤال جيد للغاية. لا نعلم حتى الآن السبب، نحن ما زلنا نبحث عن إجابات من أجل هذا الأمر. أعتقد أن المشكلة الكبيرة أن هناك لاعبين شباب كثر يلعبون في الدوري الروسي، لا يريدون مغادرة روسيا، لا يريدون اللعب خارج روسيا والانتقال إلى الأندية الأوروبية ومثل إسبانيا وإنجلترا أو ألمانيا أو إيطاليا. لا أعلم لماذا، هم يرون أن الأمور تسير معهم بشكل جيد للغاية، يكسبون الأموال هنا ويعيشون جيدا، لا يريدون أن يعانون كما عانيت أنا، كما عانينا نحن بشكل عام في تلك الفترة في سنوات قبل ذلك. في عام 91 كنا شباب وكنا نسعى للسفر إلى الخارج، ولكن عليك أن تعاني من أجل أن تنجح وأن تلعب في الأندية الكبيرة. ولكن الآن الشباب الروس حاليا لا يريدون هذا الأمر. حسنا، أعتقد أن في يوم ما من الممكن أن يتغير هذا الأمر. أنا عارف طبعا أنه انتمائك بما أن مشوارك في إسبانيا كان في سيلتا فيجو، بس بالتأكيد بتميل إما لريال مدريد أو برشلونة. Sí, نعم. أي من الفريقين أنت بتشجعه أو بت كواليس الإيكيبو كي أستاذ أنيما ماس ريال مدريد أو البرشلونة؟ هم ناديان كبيران للغاية، هم يمتلكان الأموال والليغا في معظم السنوات تكون المنافسة بينهما، لأنهما يمتلكان الأموال ويمتلكان كل المصادر التي تساعدهم على هذا الأمر. الليغا الإسبانية، نحن نتحدث عن الريال، عن برشلونة، عن أتلتيكو مدريد، مثل الدوري الألماني نحن نتحدث عن البايرن بشكل دائم.
هذا امر طبيعي. لكن في حاجه اتغيرت السنه دي، اعتقد انه برشلونه تحت قياده تشابي ولابورتا نجح في انه يعمل ميركاتو عنيف، ميركاتو يمكن يكون الاقوى على مستوى اوروبا، والكلام النهارده حتى كمان على فكره حسم صفقه برناردو سيلفا مع المان سيتي، بنتكلم على ليفاندوفسكي، بنتكلم على رافينيا، بنتكلم على كيسي، على كريستنسن، على ماركوس الونسو. هل بتشوف انه السكواد ده قادر على استعاده امجاد البارسا مره ثانيه والمنافسه على لقب الليجا ولقب الشامبيونز ليج؟ نعم، بكل تأكيد أعتقد أن برشلونة في الوقت الحالي أفضل. أنا أتابع قائمة برشلونة واللاعبين الذين اشتروهم في هذا الصيف، لقد قاموا بصفقات رائعة أبرزها ليفاندوفسكي، وهناك ديمبلي وأوباميانغ، وهناك لاعبون آخرون. أعتقد أنهم سيفوزون بلقب، بالتأكيد سينافسون على اللقب الدوري الأسباني بكل طبع. نعم هناك الريال، ولكني أعتقد أن البارسا بهذه الصفقات سيمضي قدما وسيقدم مستوى رائع. بكرة السوبر كاب، فرانكفورت في مواجهة الريال، هل بتشوف أنها مواجهة محسومة مقدما ولا فرانكفورت قادر على صنع المفاجأة؟ لا أعتقد أنه لا مجال للمفاجأة، الريال أقوى بكثير من هذا الفريق الألماني، نتحدث عن فرانكفورت. إذا سارت الأمور بشكل جيد واللاعبون كانوا في حالتهم، أعتقد أن الريال سيكون المرشح الأوفر للفوز. كل شيء وارد في كرة القدم، ولكني أعتقد أن الريال هو الأقرب للفوز. من طبعا على الصورة طبعا الريال في طريقه لمغادرة مدريد، في طريقه لهلسنكي في فنلندا، الدولة اللي هتستضيف المباراة بكرة الساعة 9 مساء. خليني أختم معاك بسؤال من وجهة نظر واحد من أساطير الكرة الروسية وواحد من أهم نجوم الدوري الأسباني، ألكسندر موستوفوي. مين النجم الأفضل أو مين اللاعب الأفضل من وجهة نظرك على مستوى العالم في الوقت الحالي؟ ليونيل ميسي بكل تأكيد. وعلى مستوى الهدافين لو اتكلمنا على سواء في اسبانيا ليفاندوفسكي مع بنزيما، او رونالدو وصلاح وايرلينج هالاند وهاري كين في انجلترا، مين هو المهاجم الافضل من وجهه نظر موستوفوي؟ طيب السؤال تاني كنت بسأل، مين المهاجم الأفضل على الساحة حاليا من وجهة نظر ألكسندر موستوفوي؟ ليفاندوفسكي، بنزيما في إسبانيا، كين، صلاح، إيرلينج هالاند، كريستيانو رونالدو في إنجلترا. حسنا، ليفاندوفسكي أو صلاح أو كريستيانو. حسنا، الأمر صعب. أنت تتحدث محمد صلاح لاعب جيد للغاية، لاعب رائع بالنسبة لي. محمد صلاح يذكرني عندما كنت في بازل، عندما كان في بازل السويسري شاهدت مباراة له وكان لاعبا رائعا. لا أعلم من اشتراه بعد ذلك، ولكني أعتقد أن صلاح لاعب رائع، هو أحد أفضل اللاعبين في العالم حاليا. ولكنك عندما تتحدث عن ميسي ورونالدو فالأمر صعب. نحن نتحدث عن الأفضل في العالم، عن ميسي، ولكنك عندما تنتهي مسيرة ميسي أو رونالدو أعتقد أن صلاح سيدخل ضمن أفضل ثلاثة لاعبين في العالم. ألكسندر موستوفوي نجم الكرة الروسية ونجم بنفيكا وسيلتا فيجو، بشكرك شكرا جزيلا، كنا سعداء جدا بوجودك معنا في السادسة. بشكرك شكرا جزيلا وكل التوفيق ليك. فاصل ونرجع لحضراتكم في السادسة مرة ثانية.